من تأمل القرآن وجد أن أكثر آيات النكاح والعلاقة بين الزوجين تبدأ بذكر الخوف، وإن خفتم شقاق بينهما، وإن خفتم ألا تقسطوا، واللاتي تخافون نشوزهن، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وغير ذلك، فكأنه يخبرنا أن أي ضعف أو خلاف أو تصدع في هذا البيت هو سبب لوقوع ما يخاف منه كضياع الأولاد وفسادهم ووقوع البغضاء والعداوة والحقد.